السلام عليكم متابعينا الكرام. سنطرق لكيفية ربح بطاقة جوجل باي عن طريق اللوك سكرين فقط. لن تفعل أي شيء صديقي، التطبيق حصري على قناة مدرسة الأرباح. فأتمنى من كل شخص أن ينزل هذا الفيديو ويدعمنا بلايك فضلا صديقي وليس أمرا. أتمنى أن تدعمونا صراحة لأنني أقدم شروحات حصرية على قناتنا. وإن لم تكن مشترك بالقناة ما قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. ولن نترككم مع الفاصل التالي. إذن في البداية صديقي لن تفعل أي شيء، تقوم بتنصيب التطبيق وتترك اللوك سكرين تشتغل وتجمع الليفت، ثم تقوم باختيار وسيلة الدفع إما بطاقة جوجل بلاي أو طرق أخرى. شرح حصري على قناتنا، أتمنى أصدقائي أن تقدروا مجهودنا لأنني أوافيكم يوميا بشروحات حصرية. إن شاء الله اليوم سيكون هناك ثلاث فيديوهات سننزلها في القناة حول ربح بطاقة جوجل بلاي وشحن جوال فري فاير، تطبيقات لم تتطرق إليها أي قناة عربية وشروحات حصرية. أتمنى يصل هذا الفيديو إلى أزيد من 1000 لايك لأنه حق ذلك. إذا مباشرة نقوم بالتوجه لهذا التطبيق المميز، نقوم بالدخول إليه، طبعا جميع الروابط تجدونها أسفل التدوينة، نقوم بتنزيله بصيغة APK لأنه غير متاح للآي بيات العربية. إذا هنا نقوم بالنقل على Connect with Email، طبعا كما تجدون سأقوم باختيار الاسم الخاص بك، كمثال أنا سأقوم بإدخال هذا الاسم صديقي، تقوم بإدخال الفول نيم الخاص بك هنا، ثم هنا تقوم باختيار كلمة السر. إذا كما تجدون أصدقائي هنا تقوم يعني بوضع يعني الإيميل كما تجدون تقوم بإدخاله، ثم هنا تقوم باختيار كلمة سر، طبعا هكذا نقوم بإدخال كلمة سر. نعم صديق عزيز، ثم هنا تقوم بإدخال إعادة إدخال كلمة السر. طبعا غير في كلمة السر، اعتذر أصدقائي. وهنا تقوم باختيار يعني البرثداي الخاص بك، كمثال سأقوم بإدخال برثداي عشوائي هكذا، أنت يجب عليك إدخال البرثداي الخاص بك صديق العزيز، ثم تنقر على أوكي، ثم هنا تنقر على مال، ثم تنقر على سناب. إذا كما تشاهدون يقول لك Let your phone pay you, get paid to see news and promotion on your lock screen. ستتحصل على أرباح صديقي، فقط تترك اللوك سكرين تشتغل، تشاهد يعني النيوز أو الأخبار والإعلانات وتتحصل على أرباح. يعني تطبيق حصري أصدقائي، وفيكم دائما بشروحات حصرية وموثوقة، لا أقوم بشروحات عشوائية، لكني يعني أقوم باختيار التطبيقات وأجربها قبل أقوم بشرحها وأتثبت منها. إذا كما تشاهدون هنا يقول Lift increase daily، يمكنك أن تتحصل يوميا على أرباح صديق العزيز يعني كل ساعة. إذا كما تجدون هناك كاش، هناك جيفت كارد، وهناك الكثير. Instantly redeem your lifts for cash and gift card، يعني مباشرة تقوم بسحب أرباحك، يعني مباشرة تأتيك البطاقة الخاصة بك. نعم صديقي تطبيق مميز، لا أريد يعني أتحدث كثيرا لأنه من أفضل التطبيقات الحصرية على قناتنا. إذا هنا يقول لك Ready to earn cash from your lock screen، Let's customize yours now. طيب ننقر على هنا، ننقر على ستار. هنا يجب عليك صديقي أن تضع هنا على هذه الخانات، تقوم بالنقر على الخانة الأولى، ثم هنا Update، ننقر على Autorize، ثم كذلك ننقر عليها هكذا، ثم كاميرا أكسس، ثم فلاش لايت أكسس، ثم تاب أند إيرن، ثم ننقر على نيكس. إذا كما تشاهدون يقول نايس إتس لوكينج جود سو فار، وود يو لوك أس وود يو لايك أس تو سند نوتيفيكيشن وين نيو أوبورتيونيتي آر أفايلبل تو إيرن كاش. ننقر يس، نعم صديقي، ثم فينيش. إذا يقول لك يو ويل ناو بي بايد وين يو تشيك يور فون، ننقر على هاو تو يوز لوك سكرين، ننقر على يا. طبعا كما تشاهدون هنا سيريك كيف ستستعمل لوك سكرين، فقط تقوم بالنقر هكذا صديقي، تقوم هكذا يعني تشاهد النيوز أو ما لما يعني بعض الأخبار فقط، يعني هكذا التطبيق هو يربح. إذا كما تشاهدون تطبيق مميز جدا صديق العزيز. هناك ما تشاهدون أصدقائي، تنقر على هذه الخانة لكي تتوجه إلى الريسيرش، يقول لك Well done you are set to get paid from your phone. هكذا بدأنا سنربح من التطبيق. نعود إلى الهاتف الخاص بنا. طبعا صديقي هو تطبيق رائع جدا أعجبني. إذا مباشرة سيعطيك 100 ليفت. كيف ستربح؟ نقوم بإغلاق الهاتف صديق العزيز هكذا، ثم نقوم بفتح الهاتف ونقوم بالنظر الى اللوك سكرين. ستفتح معك اللوك سكرين. هم اصدقائي يربحون من الاعلانات، وانت كذلك تربح بطاقة جوجل بلاي من خلال مشاهدة هذه الاعلانات التي يضعها التطبيق. طبعا كما كيف ستفعل؟ ستقوم هكذا بقراءة النيوز، يعني كما تشاهدون تقوم بالتصفح وكأنك في يعني مجلة اخبارية تقوم بمشاهدته. وان اردت يمكنك الدخول، يعني تطبيق رائع وحصري. اتمنى من كل شخص شاهد الفيديو ان يقدر مجهودنا لانني اوافيكم بشروحات رائعة جدا وسهلة دون تعب، دون فعل أي شيء. يعني هناك تطبيقات تستحق تعب، وهناك تطبيقات تتركها تشتغل دون أن تفعل أي شيء. يعني في نفس الوقت ستربح من جميع التطبيقات. هناك ما تشاهدون هناك خانة في يعني فوق، تنقر عليها هكذا يعني سويب،
نقوم بفتح اللوك سكرين. هنا يمكنك أن يعني تزيد في الربح. كما تشاهدون أصدقائي يمكنك الدخول هنا، تنقع على Enter. طبعا يجب أن يكون لديك يعني Entry، تجمع الانتري. كيف ستجمعها؟ فقط عن طريق تجميع الليفت. عند تجميعك الليفت تقوم بدخول الانتري، ويمكنك أن تتحصل على إما 10,000 ليفت أو 25,000 أو 100,000 ليفت. نعم صديقي، هنا نقرأ على Recent Winners وستجد يعني الأشخاص الذين يشتغلون. إذا كما تشاهدون أصدقائي يعني أشخاص يربحون من التطبيق، وأنا أوافيكم بتطبيقات أجنبية حصرية على قناة في جميع القنوات العربية، لأن أي قناة لم تتطرق إلى التطبيق، وأتمنى أن لا يتم سرقة بقية الشروحات، لأن هنالك قنوات تدخل إلى قناتي وأراقبها تقوم بأخذ الشروحات مجانا وتأتي بألاف المشاهدات ويصدقونهم. يعني أنا أقوم بشرح ويأتيني أشخاص يقولوا كذب كذب، ثم يعني قنوات أخرى تقوم بنشر مثل هذا يعني التطبيق الخاص بي او الشرحي، ثم يتحصل على الاف التعليقات ويعني الاعجابات ويصدقون. يعني لا اعلم لماذا هذا الشيء. طبعا انا لا يهمني، انا فقط اشارككم تطبيقات حصريه واتمنى ان لا يتم اخذ شرح. اذا هنا هنالك اوفرز يمكنك النقل على فايبر، وهنالك استطلاعات يمكنك كذلك ان تزيد في تلك الليفت. اذا مشاهدون تطبيق مميز اصدقائي ها وامامكم، نقوم بالعوده للتطبيق ونقوم بالدخول اليه. طبعا هنا ستجد صديقي يعني طريقه السحب. نقوم بالدخول اعدادات قبل كل شيء. هنا سنقوم بإضافة بعض الأعدادات. طبعا ننقل على هذه الخانة كذلك، يعني أما الديجيتال أو يعني 24 ساعة نتركها 24 ساعة كذلك. هنالك الوذر يمكنك يعني وضع يعني أعدادات الطقس هكذا. ثم الاوتيليتي يعني كما تشاهدون اصدقائي يمكنك يعني لكي لا تقول لي تجسس او من ذلك، يمكنك يعني ان تقوم بالنقر على هذه علامه الكاميرا وتحذيفها. طبعا وكما تشاهدون اصدقائي هنا تنقع على كويك كالندر فيو، يعني مباشره ستشاهد وتنقع على اوتوريزي وتتم. يمكنك كذلك اضافه تيم او يعني خاصه بالهاتف الخاص بك، يمكنك اضافتها. طبعا هنا اصدقائي طريقه سحب، يمكنك السحب عن طريق بيبل. التطبيق صادق ان لا اشرح تطبيقات يعني او يعني ليست صادقة، يعني اتثبت منها كثيرا وليس هنالك قناة لم تطرقت لهذا التطبيق، فاتمنى ان تدعمونا بلايك. هناك مشاهدون ريديم فيا كيف جيفت كارد. طبعا هنا تقوم بتجميع الليفت، كما قلت لكم تجميع الليفت سهل جدا، ستجمع الكثير والكثير من الليفت من اللوك سكرين فقط، وكما تشاهدون الكثير من يعني يمكنك سحب البطاقة التي تريدها عندما تصل يعني الحد الادنى. تقوم باختيار يعني البطاقة التي تريدها هي جوجل بلاي، وتقوم بسحب اما بطاقة 20 دولار او 5 دولار وانت كما تريد. اذا هذا هو كل فرما اصدقائي، اتمنى ان هذا الفيديو البسيط قد نال اعجابكم وهو شرح حصري على قناتنا. يمكنكم الاستفادة من 10% من رابط الاحالة، طبعا هنا رابط الاحالة، يمكنك اخذ 10% من ارباح صديقك. اذا هذا هو كل فرما اصدقائي، يعني وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى من كل شخص شاهد هذا الفيديو ان يقدر مجهودي ويدعمني بلايك، وان شاء الله سيكون لك فيديوهات اليوم كذلك حول شحن بطاقات جوجل بلاي وشحن جوار فري فاير، يعني عبر تطبيقات حصرية على قناة مدرسة الأربعاء. إذا نذكركم في أصدقائي، الآن أترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأربعاء.